الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في قاعدة برايس نورتون الجوية في المملكة المتحدة. الاجتماع تناول قضايا التعاون العسكري بما في ذلك المحادثات بشأن صفقات تجارية تتعلق بطائرات دون طيار وصواريخ مضادة للسفن وأجهزة الكشف عن الألغام تحت الماء، فضلا عن القوى الفرنسية البريطانية المشتركة والمؤلفة من 10,000 جندي من المقرر أن تتشكل في السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أيضا محاولة كاميرون إقناع أولاند في وقت لاحق الجمعة بالحاجة إلى إجراء إصلاحات في الاتحاد الأوروبي. هذا وكان حزب المحافظين بقيادة كاميرون قد وعد بإجراء استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام 2017.